وصل معدل العطل الرسمية إلى ما بين 124 إلى 150 يوم في السنة، وهذا الرقم بحد ذاته رقم كبير إذا ما قسمناه على عدد الأشهر، فتقريبا حوالي 5 أشهر في السنة هي عطلة. هذا بالنتيجة إلى مردودات اقتصادية سلبية على ميزانية الدولة أولا، ثم على القطاع الخاص ثانيا، ثم على معدل إيرادات الفرد. النتيجة أنه العطل الرسمية في الدول الغربية تعطى لأسباب يا إما تكون أمنية مثلا أو صحية مثلا، أو عطل رسمية محددة حتى تحافظ على معدلات النمو الاقتصادي. في العراق أصبحت معدل هذا التضخم في معدل العطل الرسمية يؤدي إلى تدني أثر سلبي على مستوى الاقتصاد، على مردودات الدولة المالية، يكلفها ملايين الدولارات سنويا، يؤدي على تردي في الواقع الخدمي، في الواقع التربوي، الواقع الصحي. دمروا العالم، يعني لا تقدر تراجع لك بدارة، لا تقدر تراجع لك بشغلة، لا تقدر يوم ويا عطلة، باكر عطلة، عقبه عطلة، جاي العالم هسه لا دوام، هسه دوام المدارس دغوه. دوام هاي المدارس منتين منها؟ قام الطالب يدرس ببيته. اللي صارت يعني صارت بها استنزاف طاقة الإنسان، يعني اللي يراجع الدائرة مدى الوقت مدى يسمح له، الدوام اللي بالنسبة للدوائر 50% وكو 25%، وهذا كليته شنو شيء يأثر؟ يأثر على مصالح العالم، يأثر على دخلها العام، ويعني المفروض اكو فد شيء بدال. يعني قبل هاي الأمور، قبل 2003 كان حتى العطل يصير بها دوام، حتى شنو يصير بها انتاج اكثر، بها تطور اكثر، بها خدمه للانسان، بها تغيير واقع حال،